يو ار وونت تو يعني تشتري اللهم صل على النبي يعني لوت كتير اوف تماثيل بلوت اوف ماني يعني اي وونت هيلب يو تو الله يخرب بيتك يا رمز الله يخرب بيتك الراجل هيموت مننا شارب لغايه دلوقتي 24 حجر حرام عليك ده صدره خلاص قرب يتخرم هانت هانت دول هم حجرين كمان وهيقر ويعترف على كل حاجه يعترف على ايه واحنا بنقرب جاسوس لو سمحت يا دوله سيبني بقى عشان اطلع المصلحه بص مالكش دعوه باي مصالح بص يا خواجه خواجه سيبك من الشيشه دي وتعالى نركز مع بعضينا شويه في البيزنس يعني ها وي وأعوذ بالله من كلمة وي أي تماثيل أنت عايزها كبيرة صغيرة مومياوات مقابر أنا ماي آيس ليك يعني شوف أنت أي دولارات معاك اللي أنت معاك يعني عايز تشتري بيه ادهوني وأنا هزبطك أنا مبسوط كتير أني اتقرفت لا لو الشيشة دي قرفتك ممكن نجيب شيشة تانية ونغيرها يعني يا غبي اتقرفت يعني اتعرف يعني بينا يا دول ده كلمة خرمة وداني من جوه يا دول هو قصده يقول إن إحنا مش نضاف لعلمك بقى يا خواجة لعلمك احنا اكتر شعب بيستهلك صابون بريحه في منطقه جمهوريه مصر العربيه اهو اهو حتى بص اهو فراجوا على معالم القاهره فراجوا على المعالم فراجوا اقعد يلا اقعد يلا بس ما تضرب لناش السياحه في مصر زي ما بقول لك كده يا خواجه يعني انا عينيا لي يا عم هتموت نفسك بالشيشه دي سيبها خالص ليت ذا شيشه تو ذا اذر بيبل يعني مالكش دعوه انا احنا تحت امرك يعني احنا كنا عايزين نعمل فيلم كبير قوي عن اسره مصريه وعادات وتكاليد هنا في ايجيبت يعني في مصر اسره مصريه يعني عايزين تماثيل مثلا واحد وابنه او واحده وجوزها وعيلين تحتمس كان عنده عيلين وكان عنده عين متبنيه ليسن مستر ادل احنا عايزينك تساعدنا في فيلم ده عايزينك انت وقلتك تمثل معانا في فيلم مثل في الفيلم لا ده موضوع يعني عايز تفكير طبعا انا عمري اصلي ما مثلت لا كسف جدا يعني لكن هفكر المهم الحقوا انتوا بقى الحجز بتاعكم بتاع الاوتيل الحقوا ايه دول عيب يمشوا كده ده عيب عيب ايه ايوه دول عيب يعني ازاي تبقوا قاعدين هنا وعايزين تروحوا تقعدوا في اوتيل يعني وبيت اخوكم حبيبكم عادل يساع من الحبايب 20 50000 فيري فيري نايس دي فكره كتير كويس لا دي فكره كتير مش كويس واو ابوس الواو يا عم ده اهلا وسهلا اهلا وسهلا دول مالك يا عمي مالك في ايه ان شاء الله دول ضيوف وهم بيجوا برزقهم صدقني دول وبعدين دول مش ضيوف عاديين يعني بتوع شروه وتعدي والكلام من ده لا دول هيبقوا زباينك على طول يعني ألوفات مؤلفه دول فين بقى المشكله المشكله ان انا جبتك معايا هنا يا رمزي يا غبي يا غبي دول هيجوا يقعدوا عندي فين في البيت هيبيتوا فين هيبيتوا فين قول لي هيبيتوا فين يا جماعه انا جامعكم النهارده عشان اقول لكم حاجه مهمه جدا النهارده احنا جايلنا ضيوف من دول العالم الاول جايين عشان يشوفوا ازاي زمايلهم دول العالم الثالث عايشين الحمد لله يعني احنا كده ضمننا المركز الثالث والجائزه البرونزيه الثالث لان مفيش عالم رابع فعشان كده بقينا احنا المركز الثالث يعني طب يا عادل انت هتقدر على مصاريفهم يعني اكلهم وشربهم وكسوتهم لا 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 دي كلها حاجات بسيطه اولا الناس دي عينيها شبعانه قوي يعني مش ان الناس اللي بيجوا على ميعاد غدا ويقولوا يا معلش احنا اسفين جايين لكم على الغدا لا عينيهم مليانه ده بالنسبه للاكل بالنسبه بقى للكسوه ما تقلقش خالص من الكسوه هم بيجوا بشرطاتهم انا كل اللي انا طالبه منكم يا جماعه بجد ان احنا نركز لازم يبقى فيه حب لازم يبقى فيه وئام لازم يبقى فيه التئام يعني عايزين كل المشاعر الاسريه دي تبقى موجوده عشان نعبر عنها قدامهم لان هم الناس دول جايين يصورونا احنا ازاي عايشين عايشين هي دي عيشه يا حسره ده اللي انا خايف منه بقى يا ماما لا 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 لا, لا ما ينفعش الكلام ده هي دايما الكلام ده هو اللي بيحبط الواحد يا دي عيشه يا حسره ويجر وراها بقى على طول يا اختي واحنا مالنا لا 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 قلنا عايزين كلام بدل ما يبقى فيه احباط عايزين كلام وطني لازم نتكلم كلام وطني يا جماعه لازم نحس باهميه اللي احنا بنعمله يعني يا ربنا يخليك لينا يا عادل يا مأكلنا يا مشربنا يا مدلعنا يا مغذينا بقى عادل طب تحب اول ما يهلوا علينا نقوم واقفين طابور كده ونغني لهم نشيد الوطن بلادي 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 لاكي حبي ايه 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 يا رن
نشيد وطني ايه؟ هو انا جايب فريق كشافه بقول لكم ناس من دول العالم الاول وجايين يصوروا عيله مصريه. احنا يا جماعه بنعبر عن مصر، لازم تبقوا فاهمين ان احنا عندنا هدف وطني. احنا يا جماعه نعتبر سفرا لمصر، مش عايزين اي غلطه، اي غلطه صغيره ممكن يبقى فيها اساءه لسمعه مصر. اوكي احنا فهمنا يا عادل كل اللي انت عاوزه. طيب مدام فهمتوا اتفرج على بروفا بقى، عايز اشوف بروفا بين اتنين حموات فاتنات بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في وئام وفي حب وفي انسجام. فرجوني كده. مين؟ مجيدة. ازيك يا حبيبتي، وحشاني مو. انت وحشاني اكتر. امها ايه بس بقى استوب. امها انت بقابلها في السوق يا ماما. يا ماما لا كده اوفر خالص يا ماما، ده انتوا عايشين مع بعض مش بتتفاجئوا، ده انت كان ناقص شويه تقولي لها وابنك حماده اخباره ايه يا اختي، عمل ايه في الثانويه العامه. لا عايز اداء طبيعي، بلاش اوفر لو سمحتوا يا جماعه. اتفضلي انت يا حماتي وريني كده هتعملي ايه. اوكي. انعام شيري مونامور، وحشتيني. بونسوار شيري. نحمده يا اختي. نحمده؟ يا نهار اسوح، بونسوار شريف يترد عليها بنحمده؟ ماما والنبي اقعد. بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم، انا مش عايز صراحه حضرات خالص. يا عادل الذنب مش ذنبي، الذنب ذنب مامتك، انا بتصرف بالطبيعه بتاعتي، اوكي؟ لكن امك هي اللي هتعرك عشان هي بيئه، لكن انا علشان انقذ الموقف انا هعمل الماما بتاعتك وانعام تعمل الداده. امي انا الداده؟ على كده يا عادل بقى انت الجنيني اللي جاي يرش الشقه. يا نهارك اسود، انت عاوزه تاخدي ابني مني؟ انت تعرفي تخلفي زيه، انت بالكتير خرفتك بنات يا اختي، وابني مسطر واحده منهم. يا ماما مسطر واحده منهم ايه يا ماما؟ هو انا لقيتها نازله من بوكس ورحت خدتها اتجوزتها. اخرس خالص، عاوز تتبرى مني؟ لا لا لا، اصلك انت مش فهمانانا، عادل محتاج لام متحضره، انت لوكال محليه من هنا، عادل محتاج ام عالميه. يا اختي عالميه ولا على الف؟ عايزه اسم الله عليكي بقى كمان اعزف على الاله الكاتبه، انت تخلصي خالص يا ام 44. لا لا جاميها وديري، انا مش ام 44، 45. انت 90. لا انت 100. يا جماعه بلاش فضايح، الناس جم حرام عليكم وهتبوظوا العلاقات. اصبر بس يا ماما، شيل الملوخيه دي بسرعه، شيليها بسرعه. ليه يا اخويا؟ هي الملوخيه عيب؟ يا ماما شيليها لو سمحتي يا ماما، مش عايزين نفاجئهم بملوخيه على طول كده. وانت يا نجلاء ما ترميش قشر لب على الارض. انا برمي على الترابيزه. ما ترميش على الترابيزه، بصي ما تاكليش لب خالص. ها وياسمين البسي حاجه في رجلك، ما تدوسيش حافيه. مين رانيا؟ غيري الهدوم دي، غيريها. يعني البس ايه؟ ما اعرفش اتصرف، حد يلبس اخضر على ازرق. اتصرفوا ونضفوا الارض، نضفوا، شيلوا احترام. اهلا. هاي اتفضل. جود مورنينج. بس ايه رايك بقى في جاك وجاكي؟ يجننوا مش كده؟ بس هيقعدوا 5 ايام يا عادل، طب حنبيتهم فين يا حبيبي؟ بصي بقى انا شايف صراحه ان امك هي اللي ممكن تسيب الاوضه زي ما هي، يعني حماتي حبيبتي معقوله حد يخرجها من اوضتها؟ يعني تعيش معززه مكرمه. يبقى مفيش غير ان طنط انعام بقى مامتك هي اللي تقعد دايما في ال لا اوعى تقنعني، عيب طنط انعام تسيب اوضتها، لازم تقعد في اوضتها طبعا. يعني طبعا يعني مامتي ومامتك لازم يقعدوا في اوضهم، بس انا متهيألي ماما هتتضايق قوي لو عرفت ان احنا هنفرش وننام في الصاله انا وانت يا رانيا. لا يا حبيبي، افرش في الحته اللي تعجبك، احنا ضيوف وده بيتك، لازم نبقى خفاف. ايه رايكم في الاوضه بقى؟ يس اتس نوت باد. نوت باد ايه؟ لا ما انت اللي هتباد هنا، انا هباد بره بقى يعني. لا والاوضه دي لعلمك احسن اوضه موجوده في الشقه كلها، اوضه يعني مش مستخسر فيها اي حاجه صراحه، يعني تلاحظ حتى كلها دهنها بالزيت مش بالبلاستيك، يعني اويل نوت بلاستيك. يلا جود مورنينج بقى. جود مورنينج. على فكرة الفرشة دي متغيرة يعني، وبعدين على فكرة برضو ايه، بصوا هتلاقوا الغطيان اللي هي بتاعت المخدات دي جديدة لسه ما استعملناهاش خالص، وكمان حطيت لكم بقى ايه اللي هو اللحاف اللي على شكل كاروهات ده، والمرتبة نفسها مرتبة سوست،
يعني سوسه دي بقى ظهرك روماتيزم ما تقلقش خالص ها، ولا سرسوب بقى هوا يجي يقرصك في عضمك ولا الكلام ده، يعني مرتبه مرتبه يعني، والحاف وكله كله زي الفل ونضيف يعني. ها ماشي الحال، يلا جود مورنينج، يعني كل حاجه براحتكم، اتعاملوا مع البيت كانه بيتكم يعني، يور هوم مثلا. يلا باي، جود مورنينج. بس هو حضرتك بس معلش انا اسف يعني، في قواعد للبيت. البيت مثلا وانت انت عارف طبعا كل منزل بيبقى له القواعد بتاعته، وانت خارج مثلا ايه رايح الحمام، اما تدخل الحمام وانت خارج بقى تطفي النور بتاع الحمام عشان الكهرباء يعني، وبعدين السيفون عندنا السيفون في الصيانه، فانت بجرد الميه وتدلق ميه يعني بعد. اوكي اوكي، اند اي ويل كلوز مهبس اند اقرص على شباك حمام بواحد هيتا كورنان علشان فيران ما تخش. صايع صايع يعني، ايه ده عشان فيران ما تخش؟ يور هازبن صراحه يعني 100 100. يلا اوكي، يلا خلصنا. اوكي خلاص، جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج. اوكي جود مورنينج، مع السلامه. باي باي. مستنييني ها؟ حركات صياعه امريكاني يعني. السوسه بقى 100 100 ها؟ انا بره على ال مش سوسه يعني الفلور ها؟ يلا. اوكي. جود مورنينج. جود مورنينج. ايه ده؟ ما بيناموا بيختفوا ولا ايه؟ كله تمام كده جاهز؟ يلا يلا، حلو الشعر حلو الشعر، ماشي ماشي. ماما ماما يلا اتعدلي يا ماما، خدي بوز خدي بوز. اخد ايه؟ ما تديني بوز، انت اديتني وما خدتش. يا ماما بوز يعني اعملي حركه اعملي حركه. ماشي، وانت خدي بوز يا رانيا. لا بوز مش بوز، لا بوز يعني ايوه كده اهو. ماشي كله جاهز؟ حلو قوي، حلوه حلوه برضو دي يا ماما اللي انت لابساها فوق دماغي. ماشي. هلو. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. يلا جاهزين يا جماعه؟ مشرفين فعلا. احنا جاهزين، اتفضل قول اكشن. اكشن ايه؟ ايه دي؟ نو 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 نو. حضرتك دي بدله جديده، دي بتاعت العيد. ايه بدله يعني؟ انت فاكراني واحد مصور افراح هاخدك صوره عند نافوره؟ نو انا قايسكم بطبيعتكم خالص، طبيعي طبيعي. وانت البسي جلابيه، مددي على كنبه وقيلي ايلي. يا نهار اسود، ده واد صايع بجد من امريكا يا اخوانا. عارفين الواد ده؟ هتلاقي مثلا امه من الكتكات واسمها حسنيه، ها، وسابت الكتكات سنه 92 لما حصل موضوع الانتفاضه بتاعت حرب امبابه. ايه دي نو؟ بيض ايه اللي عايزه تعمليه بالسمنه البلدي؟ يا حبيبتي دول ناس اجانب، يعني معدتهم حساسه زي، يعني هياكلوا البيض اومليت بتاعي بزيت الزيتون. طب ايه رايك بقى ان انا هاكلهم البيض بتاعي بالسمنه البلدي عيون، وهديهم كمان فوقيه مرته. مرته دي بس يا ماما اللي انت عايزه تديها لهم دي؟ مرته ما ينفعش يا ماما، لازم الاول الناس دول نشموا هوا نظيف، وبعد كده اكبسي عليهم بقى بالمرته وبالكشك وبالدمعه وكل اللي انت عايزاه. عادل بتيجي مع حماتك ضد امك؟ طبعا، يعمل ايه الراجل اذا كانت مامته على طول عاوزه تعره؟ تعره وشوفي انت مش هجيب. ماما ماما مش هتوصل للبرتقال وهنضرب بعض بالبرتقال؟ لا والنبي والنبي بس 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 عشان جم جم جم. صباح خير. جود مورنينج. كده ليه؟ ده انا كنت فاكر ان فرق التوقيت بينا ساعتين يعني. لا ما هم اصلهم على توقيت جرينتش. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا الفطار البريكفاست يعني. انجليزي يعني بري ايجز. اكسكيوز مي مستر ادم. يس. ايه دي؟ ده فولكلور وطني اسمه مورتا. مورتا؟ مورتا مورتا جميله يعني. اوه اتس فيري نايس، انت سياحي سمنه بلدي حلو. خواجه بس دويه اتبط انت يا اختي بالاومليت بتاعك. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يعني انا متهيألي ناخد الفطار ونطلع بيه مثلا على اي منطقه اثريه برضو، اما احنا نفطر قدام اثارنا وتاريخنا تبقى حاجه جميله يعني، في الصوره تبقى مشرفه ولا ايه؟ اوكي اوكي، بس الاول فين الفول والطعميه؟ طعميه.
والله العظيم الخواجات دول عيرة مش حقيقيين يعني. مستر جاك، ملاحظة في عينيك نظرة توتر وحيرة وألم، في حاجة ناقصة؟ ايوه انت حاجة هرشة. هرشة؟ بتنكان مخلل، خيار مكلل، مقلفت. مقلفت؟ لا بص بقى، انت علاجك عندي انا بقى يا جاك، انت وجاكي تيجوا معايا كده ونطلع على العربية بتاعة سيد قدرة، ناخد بقى ايه فول من على وش القدرة على طول، مع كل الحاجات الحرشة اللي انت قلت عليها دي بقى، مع بصل اخضر، مع كله يعني. سيد قدرة ده بقى مشهور بالشعار المعروف، ان خلص الفول انا مش مسؤول. لا صايع صايع يعني. حلو، اضرب اضرب. تحبوا بقى تشربوا حاجه ساقعه؟ نونو انت ممكن تبقي رمزي، جيب 2 كيس عصير قصب من عند هانجي ملك الكوكتيل. خد 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 خد. احنا قلنا لازم نظهر بمظهر مشرف قدام الفضائيات كلها، هتخش لنا بكياس بتاعت عصير قصب. روحت لنا ازازتين ميه نيل تكون ساقعه، معروف طبعا اللي بيشرب من النيل لازم يرجع تاني، يعني معروفه جدا يعني. يلا بسرعه لنا ازازتين ميه نيل. مستر قادر، كنت عايز اسالك واحد سؤال، انت مستريحه في شغلك؟ بص حضرتك، انا بلا فخر يعني انا اكبر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه. متاكده؟ طب ومدعي الفقر عليا يا دوله، طب ما تفك الكيس يا عم وتديني قرشين زياده ولا حاجه علشان القرش ما يقفش في زورك تفطس. بس يا هتفطس. بس يا انيمال، بس يا انيمال. وهل تقومي بالامل وحدك؟ وحده ايه يا خواجه، انتوا عايزين تمحوا شخصيتي خالص، انتوا الجزء ده من غيري يضيع. ده ويضيع و... ايه هتنكر؟ هتنكر؟ هي از فاني مان يعني. از ايه ايه اللي من غيره يضيع؟ انت بتغلس عليا وانا بصور؟ يعني تحب وانت بتصور غلس عليك؟ لا يا دول، مش انا اللي عليا الدور في التصوير؟ صح يا دول. يبقى انت ما يجي عليك الدور ما حدش يتكلم معايا. خلاص خلاص يا دول. ايه ده انتوا خانقوا؟ لا احنا مش خانقوا ولا حاجه. انه الان حان موعد البريك بتاعي، ما رايكم يعني ايه رايكم لو نروح مع بعضينا نقعد على القهوه؟ انا موافق. ايوه ايه رس على كيسه نظيفه بلا لطيفه. دش. ايه ده يا عم، ده حظ عوالم ده يا عم. نو حبيبي، دي قرصه هرفنه على فكرة. الخواجة ده مش أصلي، أنا شاكك إنه الولا سيد باروكة ومتنكر. لا ومتنكر ليه؟ ما هو لابس الباروكة أهو. كده بقى بقيتي على الحميد المجيد، وراحت القشرة عليك يا هلوة. هلوة، طب بقول لك إيه؟ تلعب عشرتين كمان لو كسبت أديك الجنسية؟ ليكي في خمسة أمريكاني. ليا في خمسة أمريكاني بس على المشاريب. يبقى هتسقي القهوة كلها يا حبيبي. ولا قوم من هنا، قوم من هنا، انا مخسرني في البازار ومخسرني في الطاوله كمان. امشي من اقعد يا رمزي، اقعد. هي از ماي فريند، هي از انيمال لايك دوج. اطر بلدنا بلد سوا، فيها الاجانب بتتفتح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح، وتسيب بلدنا. اطر بلدنا بلد سوا، فيها الاجانب بتتفتح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح، وتبقى يعني قضية المصلحة يا معلم، وكارتين تنت البنكنوت، وطلعنا احنا من المولد بلا حمص. يا ابن حمص يا حب العزيز، ايه اهم حاجه ان الناس دول مشوا من عندنا مبسوطين ومتكيفين ومتظبطين ومية مية، سيبنا سمعه كويسه لمصر وعرفوا عاداتنا وتقاليدنا كل حاجه. ايه ده بتضحكوا على ايه الناس دي؟ هتلاقيهم بيتفرجوا على مرسحيه علشان العيد دول. عيد ايه يا ابني؟ اه رمضان لسه جه اصلا. ايه ده؟ دي سماء. ايه ده؟ بنات سماء. هي سماء راحت في السكه البطاله. عملوها الفرنجه.
يا رانيا رانيا، مفيش هدوم نظيفة البسها؟ مفيش مسح وغسيل، الهدوم متكومة في الغسالة بقالها أسبوع. سناء نزلت تشتري. طيب حضري لي أي حاجة أكلها قبل ما أنزل. مفيش أكل، التلاجة فاضية بقالها أسبوع. طب والتلاجة فاضية ليه؟ ما قلنا سناء نازلة تشتري. هي سناء دي مندوبة المشتريات اللي في البيت. بيت ايه يا ابو بيت اللي انت بتتكلم عنه ده؟ مفيش بيت. ايه مفيش بيت دي يا ماما؟ ديك النهار بقى انا شفت البيت نجلاء فاتحه التلاجه مطلعه كيس الكاتشب الاحمر ده ابو جنيه وعماله تحطه على الساندوتش فيه وسايباني انا من غير. بنت انانيه ما عندهاش دم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا سناء؟ كنت بهزق الحيوان البهيم صاحب السوبر ماركت يا عادل. تخيل قاطعني بقالي ساعه، قال ايه عشان يوقفني اطول وقت ممكن ويفضل يعكسني ويبصبص لي. يعكسك ويبصبص لك؟ ده انا هنزل اقتله وبالمره اجيب منه صابونتين عشان استحمى. عادل ما تتهورش يا عادل. يا عادل مساء الخير. هو ده اللي عكسني يا عادل ده ومستخبي لي ورا الكراتين. فيها ايه الكراتين دي؟ دي فيها صابون وشامبو ولوازم يعني. صابون. طيب انا اخش استحمى وارجع هبهدلك. اصبر. انا مستنيك. سيب الحاجات دي هنا ويلا ورينا عرض كتافك. طرقنا برا. برا ليه؟ اخد نفس من السلم ده، شايل الحاجات طالع السلم وبعدين الراجل مديني ميعاد هنا دلوقتي. ما تكترش في الكلام. لحظه مساء الخير يا طنط. الله يطنط عادي حلو. مفيش صابون حلاقه؟ صابون الحلاقه. مش حاجه ثانيه مدكن عليها؟ ده أنا أزودها يا قمر. إيه الجمال ده يا أنسة؟ أنا مش أنسة، أنا مدام ومطلقة. إيه ده إيه ده؟ لا أكيد ما عندوش نظر، أكيد العيب منه طبعاً. حد يتجوز القمر ده ويسيبه يا قمر. مرسي قمر. مرسي قوي. مرسي ليكي أنت إنك أنت قمر برا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتحكي سخت جوه في بيتي؟ ده أنت فعلاً ما عندكش دم. هادي عندي دم. ايه ده؟ لا انا ما كنتش عايز معجون حلاقه من ده، عايز معجون حلاقه من اللي هو بيترش ده. عندك؟ اجيب لك يا قمر، اجيب لك كل المعجين اللي عندك. ماشي روح هات لي كل المعجين. يلا اتكل على الله. سناء انت دفعتي في الحاجات دي كام؟ ما دفعتش حاجه يا ماما، اصله ما رضاش ياخد فلوس كده. ابقى اشتري منه كل يوم. امبارح هدولة اكتشفت حاجة عن الفراعنة في منتهى الغرابة بعد تفكير يعني. ايه؟ اكتشفت مقبرة أثرية تحت السرير بتاعك؟ لا يا دولة، انا امبارح كنت بتفرج على فيلم اجنبي عن الفراعنة. تخيل يا دولة الفراعنة طلعوا بيتكلموا انجليزي. يا اهبل، فكان في فيلم عربي اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز ورشدي اباظه، اما كانت بتقول له يا بتاع الجاز كانوا بيتكلموا عربي كله. ايوه يا دوله. ما يا دوله، ما هم يعني الفراعنه دولت اصلهم مصريين. باين. ايه ده؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ كمان ليك عين تيجي هنا؟ ده لستر ربنا امبارح ان انا ما قتلتكش. لقيت المعجون اللي طلبته منك؟ لا مش عندي. ايه ده يا دولة؟ اصل يكون جاي يشتري حاجة وساعتها يبقى زبون يا دولة، والزبون دايما على حق. اهدى كده. انا فتحي جاركم صاحب سوبر ماركت الحياة حلوة جدا، وجاي اتشرف بيكم. وعلى فكرة انا اعرفك جدا استاذ عادل، وكمان اعرف الاستاذ رمزي ده. استاذ رمزي؟ يبقى اكيد ما تعرفوش. ليه؟ ده انتوا زبايني جدا. طب ومدام زباينك تعمل فينا كده؟ يا دولة ايه ده بس يا دولة؟ الراجل طلع يعرفني، ومدام يعرفني يبقى يخصني، ومدام يخصني محدش ليه دعوة بيه. بيقولك الأستاذ رمزي. أنا كنت جاي أتشرف بمعرفتك يا أستاذ عادل، وبعدين أطلب إيد أختك مدام سناء. أهلا وسهلا. ايه ده يا دولة؟ تصدق بقى أنت طلعت واطي وقليل الأدب. كان عنده حق من الأول. اطلع برا، اطلع برا. يا رب، ايه اللي بتقوله ده؟ خرب. أهلا وسهلا. يا دولة بيقول لك بس. أنا كمان لسه. أهلا بيك يا سلام منور. اتفضل يا أستاذ فتحي. اتفضل. أوعى يا رمزي. اتفضل حضرتك. لا حضرتك هنا. هنا؟ أنا صاحب المكتب. اتفضل. أهلا بيك. ولا يا رمزي. شوف الاستاذ فتحي يشرب ايه. يا دولة ده الاستاذ فتحي ده طلع خبيث يا دولة، دخل علينا بالحنجل ومن وكده. اطلع بره. يلا اطلع بره.
ولا ولا مش انت ولا يلا شوف له هيشرب ايه، هات له حاجه ساقعه اجري يلا. ماشي يا دوله، دوس على كرامتي كمان وكمان. دوس يا دوله. معقول يا عادل؟ انا فرحانه فرحانه قوي، فرحانه خالص. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. سناء هتتجوز اخيرا وتحل عنا وتسيبنا في البيت ناخد نفسنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. مع ان فتحي ده امبارح كنت عايز اقتله، النهارده خلاص عايز اخده بالحضن. ده كفايه انه هياخد سناء ويمشي. وطبعا طبعا مامتك هتروح مع سناء، طبعا مامتها اولى بيها، ولعلمك بقى هتستريح عندها اكتر عشان نفسيتها كده. واوضه تفضى بتبقى ياسين بنتي، حبيبتي حبيبتي يا بنتي. انت عارف يا عادل، عارف انه استقلال الطفل في اوضه لوحده ده بينمي مواهبه ان هو يبقى طفل انطوائي مركب. انطوائي مركب؟ انت اي افته جايه فيها مزيطه وخلاص يعني ولا ايه؟ عموما انا سالت على فتحي ده وعرفت ان هم ناس مبسوطين يعني، وان هو وحيد ابوه وامه. عندهم سوبر ماركت بتاع الحياه حلوه اللي على الناصي، عارفاه؟ نهار ابيض، سوبر ماركت الحياه حلوه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض طبعا يا حبيبي، طبعا يا نهار ابيض. ما هو طبعا لان هو سوبر ماركت الحياه حلوه، فاكيد اكيد يا عادل الحياه هتبقى حلوه قوي يا حبيب قلبي. الحمد لله يا ربي. يا نهار اسود، فتحي بتاع السوبر ماركت الحياه حلوه اللي حفي وراكي عشان يتجوزك؟ اللي حفي يا مامي. فتحي اللي فضل اسبوع يتقدم لك فيهم 7 مرات؟ 9 يا مامي. فتحي اللي ما مشيش غير ما بلغنا عنه البوليس وسيبنا عليه الكلاب؟ كلاب السعرانه يا مامي. فتحي اللي بيبيع كيلو اللانش ده بوزاتون ب10 جنيه وربع؟ لا 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 يا مامي، عيب كده قوي بقى، كانوا ب10 جنيه 75 قرش. الله يخرب بيت شيطانه. انا مش قادره افهم، بعد ما حفي وراكي انت يا حبيبتي وبجمالك ده يسيبك ويروح يدور على الجربوع على الكلاكيع اللي اسمها سناء؟ مش عارفه ابن اللذينه ده. على الرغم ان انا في فرق كبير جدا بيني وبين سناء من حيث طبعا الجمال والتالق والذكاء، وعارفه بقى سايكولوجيا كده واحد زي فتحي ده ما ينفعش ياخد غير واحده اقل منه. بس يا مامي عارفه المشكله فين؟ لو عادل عرف الجوازه هتتفركش. يبقى انت لازم يا حبيبتي تختفي تماما لحد ما تخطبوا لبعض. طب وبعد كده؟ وبعد كده الفاس هتكون وقعت في الراس، وسي فتحي ده وقع في الطين وعايز ونش عشان يطلعه منه. ايوه. اهلا 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 ايه ده؟ جبت الشبكه على طول كده؟ لا لا لا، ده معجون الحلاقه اللي حضرتك طلبته. معقوله؟ متشكر قوي. انت جايب علبه واحده؟ اصل العلبه بتقعد كتير جدا، اكتر من 650 حلقه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيجي. اهلا وسهلا. لطيف البيت ده والله، اللي انا جيته قبل كده ولا ما جيتوش؟ جيته قبل كده طبعا. اهلا وسهلا يا عيني يا سناء. طب حضرتك بقى الحاج والحاجة فين أمار؟ الحاج الله يرحمه. ياه، يعني مش هيقدر يجي معاك النهارده؟ نعم. حصل طبعا. طيب حضرتك والحاجة فين؟ الحاجة لا، أنا جيت عشان آخد الجرين لايت بتاعي. إيه ده؟ هتاخد معجون الحلاقة تاني؟ لا، الجرين لايت يعني الأوكي. الاوكي من مدام سناء، وبعد كده انا بقى اجيب الحاجه على طول. يا سلام عليك يا استاذ فتحي، انت مش سهل برضو. امال ايه، شغل السوبر ماركت برضو علمني ان اوزن الامور بالجرام. طيب بالنسبه للعروسه، يعني تحب حضرتك احطها لك في كيس ولا تحب تاخدها سايبه؟ ولا حضرتك مثلا نخلص الحساب الاول؟ هتاخد الباقي كبريت؟ يا سناء يا سناء. يا غوي
سويتي هالكمال يا غجي. والله العظيم حاجة عظيمة جدا والله العظيم. يا غجي كماله حلو، كمال الشباب حلو، مبروك يا سنوقة. تضحكي على ايه؟ اي حبيبتي فرحانالك، فرحانالك من قلبي. مبروك يا سارة، الف مبروك يا حبيبتي. يا سعد ويا هناء، تلاقيه مش مصدق نفسه انها هتخرج وتقعد معاه. طبعا يا ماما، ده هيتجنن عليا. يلا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ بتحضروا عفريت؟ ما يلا، انت لو طلعتي له بالبيجامه الكاستور هيوافق يا ستي. ده جدا. ايه ده ايه اللي على رايك ده؟ معلش انا عذراكي، اصل ده اسمه الحب من اول نظره، ما بيحصلش مع اي ستات، بيحصل مع الستات الجميلات الفاتنات اللي زيي بس. فانا عذراكي، شعور غريب عليكي. ما انا نفسي اقول. نفسك تقولي يا رانيا؟ طبعا يا حبيبي، الف مبروك يا سارة يا حبيبتي. الحمد لله. ما تجيبي بوسه يا سارة. هاتي بوس. انت وزعلت ده من ورا قلبك، تلاقيكي بتغلي كده من جوه عشان العريس هيتجنن عليا. انا بغلي عادل؟ لا يا حبيبتي، بس يا ريت بقى تغلي لنا كوبايتين شاي انا والراجل المرمي بره ده. لا بلاش انا يا عادل. بلاش انت؟ طب حماتي؟ لا جميع، انا ما اقدرش اطلع بره خالص. تصدقي بقى ان انتوا ما عندكوش دم، لو انا مطرحكم مش كنت هساعدكم. يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي. لا يا اختي فوقي، مش ليك، انا قصدي بنتك. يا ماما ما تتكيش عليهم، دول عمرهم ما هيساعدونا، وخصوصا دي عشان عمرها ما تحبت من اول نظره. عادل انت ما حبيتنيش من اول نظره؟ لا ازاي يا حبيبتي، انا اتولدت واتولد حبك معايا. تصدقي ما اطلع قصيده زباله. يلا المهم بسرعه يا جماعه، ما تسيبونيش قاعد مع الراجل ده لوحده والنبي. اهلا وسهلا. منور يا استاذ فتحي. يا اهلا وسهلا. معلش العروسه بتجهز يا سيدي، انا مش عارف على ايه يعني، ده يعني كويس انها وافقت بيه. اهلا انا نرفز قوي، ممكن ادخل الحمام. ايه ده انت نرفز الدرجه دي؟ على فكره انا ممكن ما اقولكش فين طريق الحمام. لا اوعى، ارجوك، انتوا الخسرانين. طيب أرجوك. خلاص حمام. خلاص اتفضل حضرتك، من هنا كده هتلف كده هتلاقيه هناك. شكرا. موقف زباله، موقف زباله. ايه ما لحقتش نفسك؟ الست اللي واقفه في المطبخ دي تبعكم؟ امال يعني جايه مع البوتاجاز؟ مش قصدي، اصل انا حصل بيني وبينها موقف محرج جدا جدا من زمان قوي. لا يا راجل. صدقني موقف محرج قوي. لا يا راجل. ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل قال ايه، جابوها لي كعروسه، ما استنضفتهاش، ما عجبتنيش خالص. لا يا راجل. ما عجبتكش من ناحية ايه يعني؟ يعني مش التيب بتاعي، وبعدين كلام في سرك مش كويسة. لا يا راجل، مش كويسة ازاي؟ مش كويسة خالص، افهم بقى الحاجات يعني ديت. يعني هنتكلم في ايه؟ ما انت تلقطها على طول، يعني مواضيع حساسة يعني. مش كويسة في ايه؟ وقول بسرعة وأثر بسرعة يا فتحي. هأثر بسرعة. عموما يا أستاذ عادل، هي يعني حاجات كده ما تعديش على الناس المفهومية الفتكاتة اللي زي حضراتي، إنما الرجالة الغش بيتخدعوا فيها، والغش مكتير قوي. الغش مكتير. استنى قاعدين مستني. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي ما عجبكش فيها؟ قول لي بسرعه. ملهاش في المطبخ يا استاذ، يعني اللي يجوزها يخس لحد ما يختفي زيي. يا راجل. اتجوزت يا راجل انت؟ اتجوزتنا انا يا سيدي. ايه؟ اتجوزتنا انا. لا يا راجل. استاذن انا بقى. لا استاذن فين؟ اصبر، ده احنا ما صدقنا لقيناك. اتفضل اتفضل اقعد. اتفضل اقعد واشرب الكوبايتين شاي على ما اجي لك. ارجوك. اتفضل. اوكي. رانيا انت تعرفي فتحي ده قبل كده؟ عادل، ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده يا عادل؟ ده سؤال غريب قوي يا حبيبي. يعني تقدم لك قبل كده ولا ما تقدمش؟ يا عادل يا حبيبي، انا في رجاله كتير قوي تقدموا لي في حياتي، افتكر مين ولا مين؟ في رجاله كتير قوي تقدموا لي. ايه اللي رجاله كتير يتقدموا لي؟ هتعملي لي فيها الكليه الحربيه؟ اتقدم لك ولا لا؟ تقدمي وقعد لي حلقه 7 مرات وانا اللي رفضت. ده كلام جديد بقى. موقف محرج جدا، قبل كده تقدم لمراتي وجاي دلوقتي يتقدم لاختي، مش بعيد بقى لو رفضته يتقدم لامي. لا يا عادل،
لا يا حبيبي اوعى ترفضه عشان خاطري يا عادل. يا حبيبي ده سوء تفاهم قدري، وانت عارف يا حبيبي الانسان ابن اللحظه. يعني انا ابن اللحظه؟ ماشي. طب لحظه واحده بقى عشان هروح اعتزله، لان الجوازه دي مش هتنفع. حفظ حفظ. شكلكوا يعني مبسوطين قوي يعني. قصدك ما تعرفش يا عادل توح ابو دم خفيف ده بيحكي لي على ايه؟ حكيت لها؟ طبعا، اصل انا ما بخبيش اي حاجه على مدام سناء طول عمري. طول عمرك ايه؟ يعني انت تعرفها من اول امبارح بس. اصل انا عمري ابتدى اول لحظه شفت فيها مدام سناء. بلاش مدام، خلي البساط احمدي، قول لي يا نق 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 نق. لساني لو قالها قلبي توك توك. يا عم التوك توك، يا عم التوك توك، ايه هيسحبوا رخصتك؟ اهدى بقى امال. وانا ما يهونش علي ابدا ابدا ان قلبك توك توك. عارف ليه؟ عشان في عيون كتير قوي بصلنا، وخصوصا الناس اللي انت رفضتهم. لعلمك بقى، لعلمك بقى، هو ما رفضش، ده هي اللي رفضته. ايه ده؟ الكلام ده صحيح يلا؟ والله العظيم ابدا، والله انا اللي رفضتها. انا بقى دلوقتي هخلي رقبتك قد السمسمه. ايوه يا رانيا، يا رانيا. ايوه يا عادل. دلوقتي انا عايز اعرف منك حاجه مهمه جدا، انت اللي رفضتي فتحي ده لما تقدم لك، ولا هو اللي رفضك لما هو تقدم لك؟ ده يرفضني انا؟ الله العظيم ثلاثة يا حبيبي، ده حفي ورايا لحد ما كش. ده اصلا ما ارتجعش غير لما سايبنا عليه الكلاب السعرانه. يا عادل ده تقدم لي في اسبوع واحد 9 مرات. ما انتش قد بقى سناء، ما تخشيش معايا ابدا في تحدي. ولا اطلع بره، اطلع بره، ما اشوفش وشك ولا حتى في الشارع صدفه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اطلع بره. انت بتتاثري بسرعه ليه كده؟ والله العظيم ما حصل، والله العظيم انا اللي رفضتها يا جدعان، والله انا اللي رفضتها. انا رحت البيت عندهم وشفتها وما عجبتنيش، وقلت لطنط شروت الوسطى اللي كانت بينا ان هي ما عجبتنيش، قالت لي نروح لهم تاني يا توحة، قلت لها مش رايح يا شروت، وما رحتش تاني لان اكتشفت ان هي ما بتعرفش تطبخ. تجيب مقشه ولا اجيب انا مقشه؟ تلم نفسك بقى من على الارض، انت اتبعترت قوي. أنا؟ شكلك بقى وحش يا استاذ، مش انت العادل. عادل. ايه ده كلام فارغ؟ ده كلام فارغ يا عادل ده؟ يا ابني انت يا قصير انت. مامي قالت لي ان انت كنت بتلف حوالين البيت عامل زي القراده اللازقه، وبعدين انا لما شفتك انت ده يعني حسيت ان انت كده يعني عارف ما عجبتنيش. تقول لي يا اخي، تقول لي القلوب عند بعضها يا اخ. ودي يا مامي، يا مامي. ايه يا رانيا في ايه؟ تعالي يا مامي قولي لهم مين فينا اللي رفض التاني، انا ولا الازعه ده؟ وقولي لعدن انه ما ارتجعش غير لما سايبنا الكلاب المسعور عليه. استنى استنى، وانتوا اصلا عندكم كلاب؟ كلاب اللي في الشارع يا عادل. يوه خلاص بقى يا رانيا، مش معقول، ده كان زمان. مبروك عليك يا سناء. لا بقى، انا عايز اعرف الحقيقة. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. ما هو اصله يعني ما حصلش اسم ونصيب. يعني فتحي رفضها؟ مش بشكل مباشر. هي دي، مش بشكل مباشر فعلا. كانت الحكاية كلها ان قلت لمدام شروت الوسطى. معقولة يا مامي؟ معقولة؟ معلش يا حبيبتي، ما انا اضطريت اقول لك كده عشان كل اصحابك في الوقت ده كانوا بيتجوزوا الا انت، فانا كنت خايفة على نفسيتك. ده انا اللي نفسيتي اتدمرت. دلوقتي الاستاذ ده ازاي هيجي يعني يتجوز اختي بعد ما رفض؟ لا 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 لا، ارجوك ارجوك اوعى ترفضني، ارجوك ارجوك. مش معقوله طبعا ترفضني لمجرد ان انا كنت على وشك الانهيار واتجوز مراتك. ده انت يا ابني ربنا بيحبك، الناس دي انا اللي عارفاها. عزائي الوحيد انك لما هتتجوزيه مش هتبقى قاعده في خلقتي ليل ونهار. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. عموما كويس ان انت فكرتيني بحاجه مهمه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عندك شقه ولا لا؟ انا؟ طبعا عندي شقه 250 متر بحري و250 متر ابري، وحمامين مفتوحين على بعض، وسلاح دار اللي بيشتغل في البيت، وعندنا اسطبل كمان، ورز بلبن في الثلاجه، كل حاجه حلوه. طيب كويس كويس. عموما احنا لازم يعني ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، وربنا يكرمنا. وبما ان احنا بنفكر في المستقبل فيا ريت بقى تجيب لي كرتونة معجون من اللي هو بيترش لوحده ده. عيني الاتنين. وانا بقى عاوزه توم لانشون. ايه ده؟ توم لانشون؟ ايوه يا حبيبي، ما انا هعزمكم كلكم وانا هاكل لوحدي.